resolving vectors into components. هلا احنا حكينا انه اي متجه ممكن نكتبه على شكل حاصل جمع متجهين. ناخذ العمليه العكسيه، فشو بنحكي هلا؟ consider a vector making an angle theta with the positive x-axis. هذا vector. Vector A can be resolved into two components. نفس الاسلوب زي ما انه بامكاني اجمعه، بدي احكي عنهم هلا انهم two components. واحده باتجاه الx-axis راح نسميها AX، والثانيه باتجاه الy-axis. هلا المعروف عنا الماجنتيود للA، معروف عنا الانجل ثيتا. كيف ممكن نحسب AX وAY؟ نرجع للتريجونومتريك فانكشنز. The magnitude of the components can be found as follows. نحن نعرف إنه cosine theta equals adjacent over hypotenuse، صح؟ مجاور على الوتر. هلا بدي أكمل المثلث. طيب أنا عشان أعمل هيك بدي أكمل المثلث قائم الزاوية، فبجيب الـ AY برسمها من وين؟ الجهة الثانية. فإذا هيك صار عندي هاي الـ AY. إذا cosine theta أصبحت الآن هلا مثلث قائم الزاوية. cosine theta the magnitude of AX over the magnitude of A. رتبها. إذن دائما the magnitude of AX equals the magnitude of A cosine theta بهاي الحالة. طبعا هلا بدي AY كيف أوجدها؟ sine theta اللي هو opposite over hypotenuse. The magnitude of AY divided by the magnitude of A. نرجع نكتبها بشكل آخر. The magnitude of A sine theta. هلا هون ممكن بدل ما كل مرة أرجع للساين والكوساين، في قاعدة علموكم إياها في المدارس، قاعدة صحيحة. من وين جبناها هاي القاعدة؟ من الكوساين، لأن الكوساين بيساوي الأجيسنت اللي هو القريب. فلو طلعنا على المركب الأولى، نوت ذات، إنه المركب الأولى كانت القريبة من الزاوية. فإذا بنحكي AX كانت A كوساين ثيتا، أخذت دائما كوساين. والمركب الثاني كانت هي البعيدة، فأخذت الساين. فانت ممكن تحولها انه عشان السرعه بالتحليل، بدل ما ترجع كل مره تشتقها، بصير تشتقها كل مره باي ذا واي، يعني صحيح اللي بتعمله. هلا عشان السرعه شو ممكن نحكي؟ انه دائما the magnitude of the adjacent component takes cosine theta, the magnitude of the other component or the opposite component takes sine theta. هل هذا اللي استخدمتوه بالمدارس؟ نفسه. بس انتبه احنا هلا بنحكي عن magnitude، ما حكينا عن direction. طيب هذا الماجنتيود. The direction of the component can be found as follows. Direction كيف بده يكون؟ The x component is positive if it points in the direction of the positive x-axis and negative if it points in the direction of the negative x-axis. إذا كانت باتجاه الاكس الموجب موجبة، إذا باتجاه الاكس السالب شو بعطيها؟ إشارة سالبة. والواي بنفس الاسلوب، the y component is positive if it points in the direction of the positive y axis and negative if it points in the direction of the negative y axis. واضح بالنسبة للديركشن كيف نوجده؟ example in the figure shown below, vector A has a magnitude of 10. Find A the x and y vector components of the vector A. B بدنا the projections of vector A along the x and y axis. خلينا نطلع في البداية شو بدنا. The x and y vector components كيف نوجدهم؟ نطلع فيهم. أول شيء في عندي AX. الـ AX هلا هيك بتطلع فيها، هل هي القريبة من الزاوية البعيدة؟ قريبة. شو بتاخذ؟ cosine. اتجاهها negative ولا positive؟ negative. إذن صار عندي cosine negative و I hat. هيك راح يصير عندنا minus the magnitude of A cosine theta I hat. واضحة؟ هلا بتطلع على الواي اكسس، طبعا كمل الارقام انت. هلا بتطلع على الاي واي. اي واي قريب من الزاوية ولا بعيد؟ بعيد. شو بياخذ؟ sin. positive ولا negative؟ positive. اذا شو راح يكون؟ the magnitude of A sin theta J hat. هذا فرع A. هلا شو بطلب منا هون؟ السلام ورحمة الله. The projections. The projections مين هم؟ مين بيحكي لي؟ projection اسقاط. اسقاط على الاكس والاسقاط على اللي هم الاكس والواي كوردينيتس. بالضبط.
إذن البروجكشن AX شو بده يكون؟ وين طلعوا تذكروا أول شيء كيف يكتب الفيكتور؟ AX بتساوي AX في I hat، إذن الرقم المضروب في I hat هذا شو بسميه؟ البروجكشن على الـ X axis. إذن هذا البروجكشن على الـ X axis minus 8.66، والبروجكشن على الـ Y axis شو بده يكون؟ 5J hat. هلا غيرنا الفيكتور بدو the x and y vector components of the vector a the projections of vector a along the x and y axis بنفس الاسلوب نتطلع اول شيء بدي ال x وال y components ax بتطلع على ال x قريب ولا بعيد بعيد شو بياخد sin positive ولا negative negative اذا شو راح يصير minus the magnitude of a sin theta i hat عوض في الارقام براحتك هلا بتطلع على الاي واي الاي واي قريب ولا بعيد قريب شو بياخذ كوساين بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف اذا عوض في الارقام وهلا البروجكشنز نفس الاسلوب اللي حكيناه وين الرقم مضروب مع الاي هات راح يكون زي ما هو هذا ماينس 10 مثل اي اكس وماينس 17.3 مثل الاي واي البروجكشن على ال y axis. Adding or subtracting vectors by components. هلا صار بإمكاننا احنا ننفذ عمليات الجمع والطرح بكثرة شو ما كان السؤال. مجرد انه اخذ الفيكتور اعبر عنه بدلالة ال i hat وال j hat بنفذ اي عملية حسابية بدي اياها. فإذا في عنا rules. هذول rules شو بحكوا لنا؟ rules of adding or subtracting. أول شيء draw all vectors from the origin أول شيء كل الفيكتورز اللي عندي برسوهم دائما من الأوريجين ليه عشان أمثلهم بعد هيك بدلالة الـ i hat والـ j hat هلأ 2 resolve each vector into its components and represent each vector in terms of i hat and j hat كيف حللنا قبل شوي examples بنفس الأسلوب هلأ 3 calculate any required quantity in terms of i hat and j hat هلا شو ما طلب منك اعتمادا على هذول الفيكتورز الموجودين فيك تحسبهم مباشره شو ما كان المطلوب واخيرا for the magnitude and direction of the resultant or any other vector can be calculated using the same methods that we have used before ما ضل عندنا شيء جديد بس نحل كم example نفس الطرق اللي استخدمناها نرجع بنعيدها حسب طبيعه السؤال الموجود عندنا هلا رح ناخذ اكزامبل ونحله مع بعض بهذا الاسلوب شو بحكي لنا هذا الاكزامبل in the figure shown below f the magnitude of a equals 16 meters the magnitude of b equals 10 meters find شو المطلوب الاول the magnitude of the resultant vector r equals a plus b طيب خلينا نشوف اول شيء بدنا نوجد الماجنتيود بعدين بدنا نوجد الديركشن شو اللي اعطانا اياه The magnitude of A 16 meters و the magnitude of B 10 meters بده نوجد the magnitude of R equals A plus B إذا ال R عندي هي A plus B هلا بدي أرجع على the steps أو rules تبعونا شو رقم واحد كان draw all vectors from the origin هو رسم لي إياهم راح بعديها resolve each vector into its components and represent each vector in terms of i hat and j hat هلا اوكي بنبلش فيهم واحد واحد بالنسبه لل a عليكم السلام ورحمه الله اول شيء بدي اكتب الفيكتور a بدلاله الاي هات والجي هات بتطلع فيه هذا الاي الاي اكس له وينها هلا قريبه من الزاويه ولا بعيده بوزيتيف ولا نيجاتيف إذن شو راح تكون the magnitude of A cosine 20 I hat هلا بتطلع على المركب بال Y axis قريبة ولا بعيدة شو راح تأخذ sine positive ولا negative positive ولا negative إذن plus the magnitude of A sine 20 degrees هذا ال A كتبنا في عندي كمان ال B طبعا الأرقام بتعوضها أنت راح يطلع عندك بهذا الشكل 15 i hat plus 5.44 j hat طيب هلا تطلع على البي بنفس الاسلوب اول شيء
بي اكس قريب ولا بعيد من الزاويه؟ بس انو زاويه، هلا اختلفت الزاويه لا تلخبطوا فيهم. هلا 30 بعيد، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اذا شو راح يكون؟ ماينس the magnitude of b sin 30 i hat. طيب اطلع على الواي كومبوننت، قريب ولا بعيد؟ قريبه. قريب شو بتاخذ؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بلس the magnitude of b cosine 30 j hat. طيب هلا عوض في الارقام شو راح يطلع معك؟ هذا البي. هلا هاي الخطوه الثانيه انه كتبناهم بدلاله الاي هات والجي هات، بشوف شو مطلوب. مش دائما راح يكون a plus b، ممكن يكون a minus b، ممكن يكون t و a plus b whatever. انت بتطلع شو المطلوب وبتنفذ. هون كالكوليت، هلا عندي انا a plus b، بتطلع r equals a plus b، بجمعهم اللي مع الاي هات مع بعض واللي مع الجهات مع بعض. شو راح يصير عندك؟ هذول مع هذول وهذول مع هذول، صار عندنا 10 i hat plus 14.1 j hat. شو كان المطلوب؟ الماجنتيود ولا الديركشن؟ الماجنتيود. اذا بحسب الماجنتيود على طول، r بربع الرقمين هذول و equal 17.3 meters. هيك حسبنا الماجنتيود. طلع فيه، اذا عندك اي سؤال اسال. هلا بده الديركشن، او شو حاكين؟ لا، the angle between r and the positive x-axis، هذا المطلوب الثاني. على طول عندي ال r بتطلع فيها rx equals 10 greater than 0، مظبوط rx greater than 0، ry 14.1 كمان greater than 0. فإذا شو بنحكي؟ the first quadrant، the vector lies in the first quadrant. ترسم الشكل تبع ال first quadrant. هلأ ثيتا كيف بحسبها؟ على طول ضل اترك لك اياها exercise. show that theta equals 54.6 degrees. تأكد منها على الكالكوليتر انه بطلع معك نفس الاجابة. the resultant displacement of successive individual displacement. if an object undergoes successive individual displacement then the resultant displacement is the resultant of adding the individual displacements. هلا هذا الكلام اللي بتشوفه قدامك اسهل ما ينحكى حكي. طلع هون، لو كان عندي جسم وبنتقل من A ل B ب successive individual displacements، الأولى D1 خلينا نسميها، الثانية D2 والثالثة D3. هلا resultant displacement صارت من وين لوين؟ كويس، انتبهوا أنا بحكي عن resultant displacement مش any vector displacement. resultant displacement from A to B، هذا D صار الآن حسب قواعد جمع المتجهات. كيف ممكن أكتبه؟ دي عبارة عن مين؟ عبارة عن دي 1 plus دي 2 plus دي 3. طيب بهيك حالة لو بدي الترافل ديستانس شو بتكون؟ لأنهم واضحين هذول كلهم مرة واحدة، راح تكون the magnitude of دي 1 plus the magnitude of دي 2 plus the magnitude of دي 3. والترافل ديستانس is a positive scalar quantity. Example: a person walks 12 meters due east. لما نحكي due east يعني هو مشى باتجاه الشرق. خلينا نرتبهم واحد واحد على طول. إذا في البداية مشى باتجاه الشرق، إذا هذا كان عندي الحركة الأولى D1 راح أسميها 12 meters east. Then 8 meters in a direction 30 degrees south of east. إذا الحركة الثانية كانت طالع الماجنتيود 8 و 30 degrees south of east. هلا شو كمل معنا؟ and finally 10 meters in a direction 53 degrees south of west. فهذا راح يكون 10 meters 53 degrees south of west. هذول displacement هو شو طالب منا؟ find the magnitude. فإذا بدنا resultant displacement شو بتساوي بهالحالة؟ d1 plus d2 plus d3. هلا كيف نكمل من هون؟ صار في طرق مختلفة، في طرق بالرسم، في طرق انك ما تستخدمش الاي هات جي هات كي هات، صار في اكثر من طريقة. هلا اقصر وحدة فيهم انك تستخدم الاي هات جي هات كي هات. اول شيء بدنا نرسم المتجهات هذول، مزبوط؟ فانه بدي نظام احداثيات. شو بدي هون؟ الايست ويست نورث ساوث. اول واحد 12 meters east، فبرسم من الاوريجن طبعا هذا 12 meters east.
الثاني طلعوا فيه 8 meters 30 degrees south of east. اذا الزاوية بقيسها مع مين؟ مع الايست باتجاه الساوث. اذا هيك راح يكون هذا 8 meters 30 degrees south of east. الثالث شو بده؟ هلا 53 degrees south of west. اذا مع مين؟ مع الويست. اذا راح يكون بهذا الشكل. هلا كيف بتكمل؟ كيف حلينا المثال السابق؟ راح تكتب كل واحد فيهم بدلالة الاي هات جي هات كي هات وتجمعهم كلهم مع بعض. انتبه بس لهذا اللي هو 12 meters، هذا راح يكون له بس مركبة واحدة مع الاكس، الثاني شو راح تكون؟ زيرو. صار عندك 3 vectors. شو بحكي لكم؟ شو ذات هلا راح تكمل انت الإجابة 17.62. طبعا هذا في approximation فممكن يكون معك plus minus مش هالبيج ديل. و the angle with the positive x-axis is 317. هلا لازم تحله بإيدك عشان تتأكد إنك فاهم.